فقد تارك نظائر ما فعلت ويا من يجمع الأموال كل أيمعك الردى ما قد جمعت ويا من يبتغي أمرا مطاعا يسمع نافذ من قد أمرت. كما كان جالسا صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه جمار، وهذه مناسبة للسؤال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن حضر من الصحابة: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المسلم، فأخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يقولون شجرة كذا ويقولون شجرة كذا، ولم يصب واحد منهم حقيقة الجواب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة، فهذه الشجرة مثلها كمثل المؤمن، كمثل المسلم. المسلم خير ظاهرا وباطنا، فالنخلة ليس فيها شيء لا ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم سأل السؤال ولم يغرب فيه، فالمناسبة ظاهرة وبين يديه جمار وهو يسأل عن شجرة، فوقعوا في شجر البوادي فقال: النخلة. النخلة يستفاد من جذعها، ويستفاد من جمارها، ويستفاد من خوصها وسعفها، ويستفاد من جريدها، ويستفاد من ثمرها، سواء أعطت أم لم تعط، فإنها مفيدة في حال كونها بخضرتها وبعد قلعها وقطعها، فهي مفيدة في كل حال. وفيها معنى آخر، فإن الناس يقذفونها بالحجارة فتقذفهم هي بالثمار وبما ينفعهم وبما يحلو في أفواههم وبما يقيم أودهم، يقذفونها بالحجارة وهي تقذفهم بالخير الذي تمطره عليهم، فكذلك المسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المسلمين الذين يحققون حقيقة الإسلام.